ممكن نبدو الاستاذ عثمان كونها بدأ معانا في المشروع وملم اكثر بالفئات هي. تفضل استاذ احمد. لعل نضع توصيه معين. مرات فعلا هذا المهم يوصل هذه الفئات الفكره هذه ما خفتش فتبنوها يعني مش فقط يوصل للمكان. لكن معلش المشروع بتاع اليوم سميناه زي ما افريقيا طبعا مصر تعرفين يمكن تحسين مواجهه طبعا البلديه كانت قسم المشروعات الدول هذه الفئات تعاني من عدم القدره على الاندماج وسط المجتمع واحيانا عدم الخروج من المنزل بحيث انه يكون عندنا فرق كشفيه للعجب بها حتى المهندس البخاري كان متبني عنده اي ملاحظه او عنده اي حاجه يقولها لنا هو في مكان مخدوم على بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر منظمة الشباب إقدامس لإتاحة الفرصة ودعوتنا لحضور هذا الجلسة الحوارية لتخص طرح فكرة مشروع توفير ممرات أو توفير منحدرات خاصة أو رامب لدول الاحتياجات الخاصة داخل الأماكن المهمة أو الأساسية والخدمية داخل بلدية إقدامس. وكانت فكرة المشروع أو طرح المشروع كانت راقية جدا حيث استهدفت المنظمة عدة أماكن كمرحلة أولى اللي هي اللي تقدم الخدمة بطريقة مباشرة للمواطنين البلدية ومن ضمنهم دول الاحتياجات الخاصة مثل المصارف والمستشفيات والمكاتب الإدارية المهمة. ومنطلق هذه الفكرة بإذن الله حتكون بداية لتسهيل توفير جميع الخدمات التي تجعل من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأماكن العامة داخل المدينة سهلة جدا وبتضافر جهود جميع المؤسسات مع هذه المنظمة. ونشكر أيضا وكرر شكري لمنظمة شباب إقدامس كأحد من مؤسسات المجتمع المدني داخل المدينة في التفكير والعمل من أجل هذه الفئة ونحن مستعدون لتوفير جميع الخدمات والمساهمة لإنجاح هذا المشروع ونتمنى لهم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.